سر الوراء تعلن عن حملها شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع ليليان أخت لانا ولينا محمد، حيث علق الجمهور على ريل ليليان إنه ليليان نزلت فيديو عادي وصورت لانا وهي نايمة بالغلط. فلانا قامت ردت على ريل ليليان وعلقت لها أنا نايمة بأمان الله، ليش ألاقي حالي على تيك توك. أيضا انتشرت لقطة للثنائي الجميل غيث مروان وسارة الورع، علق عليها الجمهور إنه هنن شافوا إنه سارة حامل، مشيرين إلى ذلك إنه بطنها صار ظاهر، وكمان علقوا على اللقطة بركزوا ببطن سارة ولا تقولوا لي النفخة لأنه صار لها مدة ما عم تروح على الجيم. فشو رأيكم انتو بتحليلات الجمهور؟ بتتوقعوا انه بالفعل سارة حامل؟ والجمهور في هذه الفترة كتير متحمس ليشوفوا بيبي غيث مروان وسارة الورع. نمر أيضا إلى أسامة مروان اللي استضاف مؤخرا العديد من مشاهير في آخر فيديو إله، واللي كان تحدي الكراسي الموسيقية، وعلق الجمهور على عدم ظهور شيرين بيوتي مع باقي المشاهير إنه أسامة ما جاب شيرين على الفيديو لأنه بيغار عليها من الشباب.